سنابل خير تجمعنا، والله الحافظ يحمينا، والقلب يفيض بنا فرحا وبكل أمان يروينا. مع الأيتام لنا قصص تسمو ترقى. مشروع الحياة صدقة جارية، عن فاعل خير عاصلة من عرابة، عرب 48 أكرمهم الله جزاهم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم، ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخيري في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير، ما شاء الله تقبل الله.